ومن كتاب مؤلف له فقه معتبر إلا وله تصنيف في العقيدة حتى تعرفوا هذا. فهذه الأمور تكفل بها الشرع المطهر، الكتاب والسنة، وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وما كان عليه من جاء بعدهم من السلف الصالح من الأمة الذين اتبعوا الصحابة رضي الله عنهم، فهموا الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. هذه العقائد، العبادات، المعاملات، ثم الحدود والأقضاء وغيرها اللي هي مسؤولية الولاية العامة، كل هذا موجود في الفقه، ما هو جديد ترى. ويتعمد أهل الأهواء خصوصا المعاصرين اللي ينتسبون للجماعات والجمعيات إغفال هذا الجانب، يغفلون هذا الجانب تماما، يعطون الناس ما يسمونه بالثقافة العامة والدعوة والجهاد وكذا، يعني اللي هي بعبارة الناس في الوقت الحاضر السندوتشات، يعني الأكل الجاهز والعجل، هذا ما يغني شيء، ما هو علم. ويتعمدون صرف الناس عن فقه هذه الأمور، يتعمدون ما يذكرون هذا ولا يفصلونه، وإذا فصلوه فهم على يعني إجمال وحذر وغير ذلك.